بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام من كتاب الكافي الشريف الحديث السادس من أحاديث هذا الباب عن زياد بن مروان القندي وكان من الواقفه قال دخلت على أبي إبراهيم وعنده ابنه أبو الحسن عليه السلام فقال لي يا زياد هذا ابني فلان كتابه كتابي وكلامه كلامي ورسوله رسولي وما قال فالقول قوله زياد القندي راوي هذا الحديث كان من الواقفه فروايته لهذا الحديث حجه عليه وعلى سائر الواقفه ولعله روى هذا الكلام في حياة الإمام الكاظم، وأما الواقفة فهي فرقة نشأت بعد وفاة الإمام الكاظم مسموما طمعا في حطام الدنيا، وذلك لأن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه أموال من الشيعة إضافة إلى أوقاف أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام التي كان قد وقفها بعد أن أحيا مجموعة من الأراضي الموات بشق العيون فيها وبغرس النخيل فيها وهذه الأوقاف كانت تدر مالا كثيرا على الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالإمام الكاظم كانت تأتيه أموال كثيرة من هذه الأوقاف ومن الشيعة. من أخماسهم وصلاتهم. لكن الإمام عليه الصلاة والسلام سجن لفترات طويلة ولذلك اجتمعت هذه الأموال عند بعض الأشخاص ممن كان يثق بهم الناس مثل علي بن أبي حمزة البطائني وزياد القندي وعثمان ابن عيسى الرواسي أو الرواسي هؤلاء كان يثق بهم الناس فكانوا يسلمونهم الأموال التي كان يلزم أن تعطى للإمام الكاظم من أمواله الشخصية ومن صلات المؤمنين وأخماسهم وحقوقهم. فهؤلاء الثقات كانت هذه الأموال بيدهم ينتظرون الفرج، وإطلاق سراح الإمام عليه الصلاة والسلام، ليسلموه تلك الأموال. لكن لما طال الزمان، وتراكمت تلك الأموال، بلغت إلى حد هؤلاء الذين كان يثق بهم الناس، أصيب بعضهم بالوسوسة. وأغواهم الشيطان. أموال طائلة، وهذه الأموال كانت فيها الدنانير والدراهم والجواري وما إلى ذلك، فطمعوا فيها، فلما توفي الإمام الكاظم مسموما، هؤلاء فكروا في كيفية الاستيلاء على هذه الأموال، وكان ما توصلوا اليه هو تأسيس مذهب وهو مذهب الوقف بأن قالوا ان الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام هو المهدي المنتظر وانه لم يمت وانما غاب لان غيبة الامام المهدي المنتظر كان قد اخبر بها رسول الله صلى الله عليه واله. والأئمة الماضين، فهؤلاء استغلوا هذا الأمر لكي يوعزوا للناس أن المهدي المنتظر هو الإمام الكاظم، وأنه غاب، وقسم منهم كما يقال أذعنوا بوفاة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، لكن قالوا أنه سيعود، ونحن هذه الأموال نحتفظها له، يعني سبب اختلاقهم وابتداعهم لهذا المذهب الطمع في هذه الأموال، لأنه لو كانوا يقرون بإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، فالإمام كان يقول لهم كما قال أنه سلموا هذه الأموال، هاي أمانات كانت بيدكم الآن يجب عليكم أن تسلموا هذه الاموال الى ولي الامام الكاظم ووارثه فما كانوا يريدون تسليم ذلك المال وفي الوقت نفسه ما كانوا يريدون ان تفقد الناس ثقتهم بها يقولون هذا خائن مثلا لا اظهر نفسه بمظهر المؤمن المتدين الشفيق على الامه وانه يحتفظ ويحفظ اموال الامام لكي يسلمها له حينما يظهر، وبهذه الطريقه ابتدعوا مذهب الواقفه، واظلوا كثيرا من الناس، وتصرفوا في الاموال، يعني علي بن ابي حمزه البطائني هذا الشخص كان من عمد الوقف من مؤسسي المذهب. الواقفة كان عنده عشرة ثلاثون ألف دينار يعني ثلاثين ألف ليرة ذهبية، من أموال الإمام الكاظم. زياد بن زياد بن مروان القندي راوي هذا الحديث، كان عنده سبعون ألف دينار، وآخرون أيضا أقل وأكثر. وأرادوا إغواء مجموعة من كبار الشيعة بهذه الأموال يعني مثلا يونس ابن عبد الرحمن هذا من أجلاء الطائفة وعلمائها أغروه بالمال لكنه منصع لهم وأظهر للشيعة إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لكن باعتبار أن هؤلاء كانوا محل ثقات الناس وايضا استغلوا عقيده الناس وبساطه الناس فمجموعه من الناس تبعوهم، وكانت فتنه كبيره في ذلك الزمان، طبعا الواقفه انقرضوا بعد ذلك، لكن بعد ان استمروا لاكثر من مائه عام، الاف مؤلفه من الناس ماتوا ضلالا بسبب طمع هؤلاء بالحطام من الدنيا، وهكذا عادة المذاهب الباطلة تؤسس بسبب الدنيا، يعني واحد ما عنده ورع، ما عنده تقوى، ولكن يمتلك خداعا فيستغل عقائد الناس، العقائد التي في أصلها سليمة، لكن يستغلها بطريقة ليحورها إلى مصلحته، يعني مثلا الناس بفطرتهم يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى. زين ما دام الناس يعتقدون بهذه العقيدة الصحيحة، يجي يحور هذه العقيدة الصحيحة. مثلا فرعون يأتي ويقول: أنا ربكم الأعلى. فلان يأتي ينحت صنما ويقول هذا ربكم او هذا ابن ربكم او هذه بنت ربكم فالعقيده السليمه يجي يحورها الى ما فيه مصلحته او النبوه مثلا الله سبحانه وتعالى من لطفه على العباد ان ارسل انبياء من ادم عليه السلام الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله يعني بعض الناس يرى قوة منصب النبوة يجي يتنبأ يدعي أنه هو النبي ويخدع البسطاء من الناس يعني العقيدة السليمة بأنه العقل يدل على لزوم أن يكون هناك نبي من الله سبحانه وتعالى هذا يستغلها في مصداق غير صحيح أو بالنسبة للإمامة يرى أن الناس يعتقدون بالإمام فيجي يدعي أنه هو الإمام الذين ادعوا الإمام في زمان الأئمة ومن بعد زمان الأئمة كثيرون ادعوا زورا وبهتانا حتى الآن في هذا الزمان العقيدة السليمة أن الرسول صلى الله عليه وآله بشر بالمهدي من ولده هسه واحد يطلع يستغل جهل الناس ويدعي انه هو المهدي وتشوف الاف من الناس يتبعونه وبعد ذلك يقتل هو ويقتلون هسه هو يقتل الى جهنم وبئس المصير رئيس فرقه الضلاله لكن ناس بسطاء بالمئات احيانا بالالاف حرف عقيدتهم فأدخلهم النار في يوم القيامة يصير حوار بينه وبينهم والشجار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إذا هذه حالة منتشرة حتى الآن في هذا الزمان تشوف ناس يجون يستغلون بساطة بعض الناس وصحة عقائدهم فيحرفونها واحد يجي يدعي أنه هو الإمام المهدي المنتظر وآخر يدعي أنه باب للإمام المنتظر سلام الله عليه وآخر يجي يدعي أنه هو نبي وآخر يجي يدعي أنه هو الله وآخر يجي يدعي ادعاءات أخرى كاذبة وتشوف بعض من الناس يتبعونه هو ليش يدعي هو يدري أنه هو كذاب وحيال يدعي طمعا في الدنيا هؤلاء ليش يتبعون لجهلهم ولبساطتهم الله سبحانه وتعالى بيّن لك الطريق فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في زمان الغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف جعل الطريق العلماء الفقهاء الأتقياء مو كل واحد يجي يدعي الدعاء ويستند به أدلة باطلة ومغالطات والإنسان يروح يتبعه فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام من أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء شيعتنا أو علماء شيعتنا على كل حال زياد ابن مروان القندي كان من الواقفة والله سبحانه وتعالى أجرى الحجة على لسانه لأن أحيانا كما في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يجري الحجة على لسان الأعداء يعني الآن أنت عندما تريد تثبت لواحد لا يعتقد بالإمامه تثبت إمامة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله نصبه للإمامة وللولاية زين إذا تستدل بكتب الشيعة وذاك يقول أنا لا أعترف بكتبكم أما تروح تستدل بما في كتبه التي يعتبرها صحيحة برواته الثقات هنا هذه حجة زين ذاك ليش سجل هذا الحديث في كتابه الله سبحانه وتعالى أجراه حتى الحجة تكون تامة هسه هذا زيادة من مروان القندي هو من الواقفة يروي هذا الحديث والظاهر أن روايته كانت في حياة الإمام الكاظم قبل ما يبتدع هذا المذهب عن زياد بن مروان القندي وكان من الواقفة قال دخلت على أبي إبراهيم يعني الإمام الكاظم وعنده ابنه أبو الحسن يعني الإمام الرضا عليه السلام فقال لي يا زياد هذا ابني فلان هاي كلمة فلان إما الإمام ذكره له هو موجود بعد ما يحتاج إلى ذكر اسمه أو هو زياد هكذا قال كتابه كتابي يعني اذا كتب كتاب فانه اني هذا الكتاب هو كتابي، يعني اني اقبل كل ما يكتبه وكلامه كلامي ورسوله رسولي وما قال فالقول قوله. هذه اشاره على امامته لانه الامام الكاظم معصوم اذا واحد في كل شيء يكون كتابه كتاب الإمام المعصوم كلامه كلام الإمام المعصوم رسول رسول الإمام المعصوم قول قول الإمام المعصوم وأنه القول قوله هذا معناه أنه لا يخطئ لأنه إذا أخطأ لا يكون كتابه دائما كتابي ولا يكون كلامه كلامي ولا يكون رسوله رسولي فهذا الدليل على عصمته أو إشارة على عصمته وأيضا إشارة على إمامته من بعده. الحديث السابع عن محمد ابن الفضيل، قال حدثني المخزومي وكانت امه من ولد جعفر بن ابي طالب عليه السلام، قال بعث الينا ابو الحسن موسى فجمعنا ثم قال لنا اتدرون لم دعوتكم؟ فقلنا لا فقال اشهدوا أن ابني هذا وصي والقيم بأمري وخليفتي من بعدي من كان له عندي دين فليأخذه من ابني هذا ومن كانت له عندي عدة فلينجزها منه ومن لم يكن له بد من لقائي فلا يلقني إلا بكتابه الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام يبدو أنه قبل أن يعتقل ويخرج من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه واله أراد أن يبين لأقاربه سواء الأقارب من بني هاشم من بني علي عليه الصلاة والسلام أو الذين أمهاتهم تنتسب إلى بني هاشم، يمكن هو مو هاشمي من قبيلة أخرى، لكن أمه من بني هاشم، فيكون هناك بين الإمام وبينه خؤولة. جمعهم لكي يبين لهم إمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. ماذا قال لهم؟ أتدرون لما دعوتكم؟ فقلنا لا. فقال اشهدوا انتم أقاربي تشهدون أن ابني هذا الإمام الرضا كان موجودا. هنا لم يذكر الاسم ولكن هذا لا يضر بدلالة الحديث، لماذا؟ لأنه لم يدع أحد من أبناء الإمام الكاظم الإمامة غير الإمام الرضا فلذلك لا أحد يقول بإمامة سائر أبناء الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام فالأمر ينحصر في الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا وصي وهذه من علائم الإمامة أنه الإمام اللاحق يكون وصيا للإمام السابق كما مر مفصلا، والقيّم بأمري، يعني الأمور التي ترتبط بي، هو الذي يقوم بها، يقوم بشؤونها، وخليفتي من بعدي يخلفني في الأمور التي كانت لي، من جملتها منصب الإمامة. من كان له عندي دين فليأخذه من ابني هذا إذا أنت تطلبني تجي تروح تأخذ دينك من الإمام الرضا كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعلن أنه إذا واحد يطلب الرسول يراجع علي ابن أبي طالب ويأخذ منه دينه ومن كانت له عندي عدة فلينجزها منه تارة مو دين وإنما وعد مرة دين أنا أروح يم زيد وأقول له أحتاج مثلا كذا من المال فأقرضني للمدة المعينة هذا دين تارة أشتري من نشي نسي نسيئة أقول سأسدد ثمنه بعد ستة أشهر هذا يصير دين تارة لا وعد واحد أعده، أقول بأنه مثلاً بعد ستة أشهر سأمنحك كذا، هذا يصير وعد، والوعد الوفاء به من الخصال الحميدة، هو مو واجب الوفاء بالوعد بالنسبة للإنسان، لكن رذيلة، إذا واحد وعد إنسان بشيء ثم لم يف بهذا الوعد قال له مثلا سأتيك الساعة السادسة مرة اجى طارئ لم يتمكن زين لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها لكن مرة يتماهل هسه أنت وعدت تجي ساعة ستة ليش ما اجيت هذا رذيلة أخلاقية أو وعده بمال واحد اجاك يريد منك فلوس هسه قرضان او غير قرض هبتان تقول له ان شاء الله باشر ادفع لك وهالشكل تفك منك وباكر هم لا تفي بوعدك هذه هي رذيلة اخلاقية لذلك الوعد الذي يعده الحر في المثل وعد الحر دين لازم ينجز هذا الوعد ومن كان له عندي عدة يعني وعد فلينجزها منه انجاز الوعد يعني ليطلب منه الوفاء انجزت الوعد كما في كتب اللغه اعجلته واعطيته ما عندي حين نجز اخره ومن لم يكن له بد من لقائي فلا يلقني الا بكتابه لان الامام الكاظم فترة السجن كانت فترات مختلفة فترة كان مسجون في البصرة عند واحد من البرامكة في هذه الفترة شوية كان هناك يعني تساهل وتسامح لطريقة السجون في زمان من العباس هكذا كانت أكو سجن عام يلقى فيه من حب ودب من السجناء ولكن بالنسبة للشخصيات تارة كانوا يسجنونهم عند واحد من القوات من الرؤساء يعني فلان مثلا وزير الحاكم يعتقل شخص يسلم لهذا الوزير فيكون محبوس في بيت الوزير حتى يكون في مسؤوليته فهذا الوزير تارة ماكو اوامر خاصة بالنسبة له يتساهل مع هذا الشخص، اذا واحد يريد يشوفه مثلا يريد يلتقي به، يريد مثلا يوصل رسالة، ياخذ منه رسالة، هذا كان ممكن، ولذا تارة هكذا، تارة لا هذا الشخص الذي يسلم له السجين انسان خبيث زيادة على خبثه. بارتباطه بالسلطة الغاشمة وأحيانا تجي أوامر بالتشديد مثل السجن الأخير الذي سجن فيه الإمام الكاظم سجن السندي ابن شاهك السندي ابن شاهك هذا كان من قواد هارون اللارشيد فالإمام كان مسجون في بيت السندي فبيت السندي بسرداب طاموره كان قد القى بالامام هناك وصفده بالحديد وكان يضغط على الامام عليه الصلاه والسلام في ماكله في مشربه احيانا كان يعذب الامام عليه الصلاه والسلام بالسياط ففي فتره الامام في البصره مسجون هكذا في بيت واحد من البرامكه وكانت هناك تساهل فترة في بغداد أيضا كان مسجون يوم واحد آخر، أيضا فترة كان فيها تساهل. فترة أطلق سراح الإمام عليه الصلاة والسلام في بغداد. يعني كان مطلق سراحه لكن تحت النظر، ما كانوا يسمحوا له بأن يرجع إلى المدينة. في هذه الفترة شوية الإمام كان مثلا في حرية. وفترة لا، الفترة الأخيرة تضييق شديد على الإمام عليه الصلاة والسلام. فالإمام هنا يقول قبل أن يخرج ومن لم يكن له بد من لقائي يعني عند ضرورة أن يلتقي بي فلا يلقني إلا بكتابه يعني يروح يم الإمام الرضا يأخذ له توصية خاصة فيأتي الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام بهذه التوصية الخاصة في هذا الحديث بيان لمجموعة من العلائم للإمامة لإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام الحديث الاخر الحديث الثامن عن الحسين ابن المختار قال خرجت الينا الواح من ابي الحسن وهو في الحبس عهدي الى اكبر ولدي ان يفعل كذا وان يفعل كذا وفلان لا تنله شيئا حتى القاك او يقضي الله علي الموت ايضا في هذا الحديث اشاره الإمام الكاظم في الحبس كتب كتابا ويبدو أنه هذا في الحبس الذي ما كان فيه تضييق شديد على الإمام عليه الصلاة والسلام. خرجت إلينا ألواح اللوح في الأساس قطعة مسطحة من الخشب يقال لها لوح. ثم استعملت في كل ما يكتب عليه سواء كان من خشب أو كتف بعير. أو قرطاس هذا تعميم لكلمة اللوح. خرجت إلينا ألواح يعني مو رسالة واحدة رسائل. لعله الإمام الكاظم أرسل مجموعة من الرسائل لبعض شخصيات الشيعة حتى يعلموا بإمامة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. وهو في الحبس. عهدي إلى أكبر ولدي. الإمام الرضا هو أكبر أولاد الإمام الكاظم وقد مر في ما مضى أن من علايم الإمامة أن تكون أن يكون الشخص أكبر أولاد الإمام السابق من غير عاهة أكبر أبناء الأحياء عهد فلان إلى فلان يعني ألقي إليه العهد وأوصاه بحفظه حتى هذه الكلمة الآن تستعمل عندنا يقال فلان الملك وفلان ولي العهد يعني عهد الملك إليه أن يكون ملكا من بعده عهدي إلى أكبر ولدي أن يفعل كذا وأن يفعل كذا وفلان لا تنله شيئا إن يعني لا تعطيه إما هو جاسوس للدولة أو إنسان ضعيف يمكن إذا تعطيه يجي منا ومنا يشهر وكان هارون يتهم الامام الكاظم عليه الصلاه والسلام بانه يجمع الاموال وانه يصرف الاموال لكي يخرج على هارون كان في خوف وكان هناك مجموعه من الوشات يشون بالامام تزلفا الى السلطه او كسبا للمال او حسدا بالامام عليه الصلاه والسلام واحد منهم خرج الى هارون وقال له انه يصير خليفتان في مكان واحد قال له شلون قال انت خليفة وموسى بن جعفر تجبر له الاموال وده يهيئ الجيوش سرا وده يكاتب فلان وفلان حتى يخرج عليه عليك وطبعا الخائن خائف والسلطة دائما تخشى اقل تقرير يثير ريبة ريبتها وفلان لا تنله شيئا أحيانا واحد هو إنسان زين فقير يستحق المال لكن لسانه مو إذا أنت أعطيت المال راح منا ومنا يقول فلان أعطاني والكلام يوصل إلى السلطة وتثبت التهمة أن الإمام ده يوزع أموال مثلا لكي تميل القلوب إليه حتى لما يخرج يتمكن مثلا من السلطة والسيطرة على الشارع أولا وعلى السلطة ثانيا وفلان لا تنله شيئا حتى ألقاك حتى ألقاك يعني يطلق سراحي أو يقضي الله علي الموت إلى موتي هكذا لكن لما مت فأنت بعد تدري أنه شلون تتعامل ويا فلان إذا في صالح لأن الظروف تتبدل إذا في صالح أنله. يعني أعطيه. إذا ما في صالح لا تعطيه بعد هذا الأمر متروك إليك. هذه مجموعة من الأحاديث التي فيها إشارة أو نص على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهناك أحاديث أخرى سندعها إلى حلقة قادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين